فقرتنا الفنية اليوم مميزة بضيفة مميزة رح نتعرف عليها، وهي الفنانة همس فكري، واللي حققت شهرة واسعة بصوتها الجميل وأغانيها المتنوعة، ورثت موهبتها من والدتها الفنانة المعروفة أماني الشافعي. يا أهلا وسهلا فيك وحياك الله همس، نورتينا حبيبتي النور. حياك أخيرا شفناك على الطبيعة يا همس. يا حبيبة قلبي يا ما شاء الله عليك، أبدعتي من أول يوم للأمانة ظهرتي فيه على الشاشة، ومن أول يوم ضليتي على المشاهدين والمتابعين حبوك وحبوا صوتك وحبوا أدائك وحبوا ابتسامتك ووجهك البشوش. همس احنا انا ودي اسولف معك للأمانة، ولكن لضيق الوقت نبي نسمع ونستمتع بصوتك مع المشاهدين، فايش مجهزت لنا اليوم؟ طبعا انا حب عبد المجيد مرة، اوكي مجهزة يا بعدهم كلهم. ايه تفضلي. يا عيوني ياخذون اللي يبونا كل هالعالم وكنا إلا قلبك يتركونا، لا تمس ايدهم إلا قلبك يتركونا، لا تمس ايدهم. الله الله. طبعا همس احنا هالمره بنسامحك انك تعطينا اشياء بسيطه انك تغنين، لانك امس كنت تعبانه وكنت في حفله، فيعني ما يخالف اليوم راح نمشيها، بس المره الجايه ما عاد راح نمشيها، اغاني كامله تكون. همس يعني قبل شوي قلنا انه ما شاء الله تبارك الله امك الفنانه اماني الشافعي، صحيح، هل كان لها دور في مسيرتك، وهل اخذتيها طبقه الصوت هذه القويه من والدتك؟ لا، ممكن انا خليط بين الوالد والوالده، انهم كلهم فنانين، فأتوقع أنا صوتي أقوى بس الأم مريحة أكثر يعني، فصار خليط أتوقع كذا. جميل. يعني إيش تشوفين أهمية دعم الأهل في، يعني إذا اكتشفوا موهبة في بنتهم أو ولدهم، هذا الدعم على قد ما يجي، على قد ما يجي النجاح، على قد ما يجي الثقة بالنفس، على قد ما يجي الإبداع، هل هذا الشيء أنت عشتيه ولا وتحسين هذا الشيء جدا مهم، دعم الأهل والأصدقاء والناس اللي حولك؟ طبعا الأهل يعززون الثقة في النفس ويكونوا مصدر إلهام للشخص ومسؤولية، يعني تحسين كل ما تقدمتي، كل ما الأهل دعموك، كل ما تحسين نفسك في أعلى المراحل. طبعاً. النفسية قبل أي حاجة، يعني الواحد أنا أشوف مو بس الصوت كفاية، الروح، التقرب من الناس أكثر. فالحمد لله الأهل عززوا فيني هذه الطاقة الحلوة من البيت، وخرجت للناس بطاقة الحمد لله وصلت لكل العالم الحمد لله. أكثر مرحلة حسيتي فيها أنه همس قاعدة تنافس نفسها وقاعدة تنافس ناس أقوية بالصوت ولازم أنا أثبت نفسي، متى؟ أول ما دخلت سعودي آيدل البرنامج طبعا، لأنه عرفني إيش الفن الحقيقي، يعني كان الفن يعني عندنا بالسعودية مختلف تماما عن أنه دراسة وفوكاليز وتدريبات، فالبرنامج عرفني أول خطوة في صوتي وأنا إيش أملك. وانتي تستاهلين، واحنا دائما نقول يعني لكل مجتهد نصيب، وانتي اجتهدتي على نفسك وما اعتمدتي بس على الموهبة بل اشتغلتي على نفسك وطورتي هذا الشيء. فيك تغنين اغنية ثانية همس ولا ما فيك؟ فيديو. انا والله انا متضايق، انا يعني شايلة هم صوتك، بس سمعينا شيء على ذوقك اللي ودك، ايش حابين تسمعينا؟ هلا يا رمانة. تبين امجد؟ يلا امزح معك، انا مسكتها من اول عليك. يا عمر عيوني يلا حبيبي. انا من قبل اعرف كان لي خلان، اوفهم غدر بي فوق غدر خان، عرفني الالم عرفني الاحزان، عشت سنين ظلمة ما وصل نور، أجمع جراح خاطري مكسور، أتحمل خطاهم كني فيني قصور، داير وين مدار الزمان أدور، يرميني عجاجة بر للطفا، يرميني عجاجة بر للطفا. الله عليك يا شمس حبيبتي.
همس لك تجربة غنيتي في اللغة الفصحى. صحيح. كيف الصعوبة فيها لقيتيها؟ يمكن 3 شهور. تتدربين عليها؟ اي طبعا. كانت جدا صعبة. اي. من لازم اي ناحية؟ لازم كل حرف يطلع ومتقن ومخارج الحروف تكون واضحة. يعني كل اللي شاركوا في البرنامج لازم، يعني كان في مجهود كبير وجبار في البرنامج انه لازم كل فنان يؤدي باللغة العربية الفصحى، فانا كنت شوي اشوفها تجربة صعبة شوية صراحة. طب تغني لنا شوي فصحى نسمعها؟ 3 شهور تدربت عليها. ايه بس انا حافظة الكلمات. هاي 3 شهور. في 3 شهور على مخارج الحروف لازم تكون واضحة. اوكي. طيب كيف توازنين بين الاغاني التقليدية وبين اغاني الجيل الان؟ كيف أوازي؟ طبعا هو على كل مناسبة لازم يكون في لستة، ويكونوا على حسب مود الناس، إذا كانوا سعوديين أو غير سعوديين أو خليجيين، فلازم يكون في لستة وفي تدريبات مكثفة عشان نخرج بأحسن حلة. ما شاء الله عليكم يا همس، برافو عليك. يعني في أغاني وفي طلبات قاعد تجينا، أنت قاعد تسولفين في طلبات قاعد تجي. بدعت أغنية كذا، بدعت أغنية كذا، إحنا نبغى نسمع هذه لايف ونبغى نسمع هذه لايف. في عندك خيارين. أنا ما أحب أخير ضيوفنا، بس يعني للأسف في حكم القهوة الضعيف يا جماعة. قاعدين يقولون لي غنت أغنية طلال مداح اليوم، يمكن تقولي إيه صح؟ من الأغاني اللي تحبينها وتحبين تغنينها جدا. وكمان أغنية نوال الكويتية اللي هي جنبي. أبيك بجنبي الليلة. فشوفي أنت اللي ريحك وش تحبين تسمعيني، ولا هذه شوي هذه شوي، يلا اللي ودك اليوم ممكن تقولي. يلا تفضلي. والله احسنتي الاختيار، احسنتوا الاختيار يا كنترول. الحين نحسن اختيارنا وانت معها. نوال ما عندي باسئله، خلاص انتهى، ما عندي باسئله. حاضر بنوال. ايه اوكي. غيابك على الدنيا تغيب وتذبل وتحتار، وعلمني عليك ابكي ولوم النفس وقهارة، أبي ترجع تسولف لي تعلمني وش الأخبار. أنا أحب أختصر عمري في ليلة جنبك سهارة. الله. اي والله والله انا اشوف يا مها اننا نقول في امان الله مشاهدين. ليش نقعد مع همس لحالنا؟ والله انا قاعد اقول قبل الدافي وبابون الدافي. انا الحين قبل الهواء امانه وش قلت؟ امانه همس وش قلت لك؟ قلت لك في حلقتنا الخاصه ان شاء الله مشاهدين راح تكون عندنا حلقه خاصه، راح نطلع من البر انا والزميلات ان شاء الله، وهمس راح تكونين هذه دعوه مباشر قدام مشاهدين كذا عشان بس يعني نلزمك معنا. والله ليش عموما همس يعني احنا مبسوطين جدا بوجودك اليوم، ما شاء الله. يعني هو شخصية، هو كاريزما، هو قبول، والقبول من الله. يعني قد ايش انا ودي اسألك، يعني جد انت بما انك طلعتي للناس على الشاشات وطلعتي في الحفلات والمناسبات والزواجات وكذا، يعني قد ايش هذا الشيء اللي هو طبعا القبول والكاريزما والشخصية والابتسامة مهمة بالنسبة للفنان؟ قد إيش هذا الشيء يساهم في نجاح الفنان، يساهم في محبة الناس للفنان؟ كيف هذا الشيء خدمك؟ طبعاً كل ما تكوني بهذه البساطة، أنا كنظرة شخصيتي أنه تكوني أقرب للناس وتكوني أحب للناس، فأنا بطبيعتي
يعني بحاول أكون بطبيعتي والناس تحبني بطبيعتي، يعني في أغلب الناس تحبني كما أنا، فما يحتاج إنه أنا يعني عشان أقصد لمستي هذا الشيء من الجمهور. إيه طبعًا، إيه إنه الفنان يبغى الشخص يكون الفنان بالذات يكون قريب أكتر، ما يكون في تكلف، ما يكون في تصنع، يطلع كما هو. يعني الفن أضاف لي بس ما بيغير من حياتي شيء. طبعا صحيح صحيح. همس كل ما كان الإنسان عايش على طبيعته كل ما ارتاح حتى مع الناس اللي حوله، وسبحان الله الناس اللي حوله ترتاح لأكثر، عكس كثير من بعض المشاهير اللي فجأة طلعوا من الفنانين، خلنا نذكر فجأة شافوا أنفسهم سبحان الله وانطفى صوتهم بسبة هذه الكاريزما اللي ما حد يحبها خلينا نقول، وناس حبت الكاريزما حقت همس وطبيعتها اللي طلعت فيها للناس. يعطيكي ألف شكر لك وألف عافية على هذا الصوت الجميل، وإن شاء الله مثل ما قالت لك مها بإذن الله مع تجربة راح تكوني معنا في البر بإذن الله. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ومن بعدها مكملين.